مرحبا واضح، معكم نيكول من مطعم أولالا. بهيدا الفيديو رح نتعرف على الشيف محمد، شيف بعمر العشرين سنة قدر يحقق كتير. فولو مي بهيدا الفيديو لندخل على مطبخه. مرحبا واضح، أنا شيف محمد، أنا كردي من أربيل، صاحب المطعم أولالا بالستايل وبالتاتش فرنسي وكردي، يكون مطعم الوحيد بأربيل. عمري 20 سنة لكن بدأت كلش سريع بالحياة العملية وشغل. اشتغلت كثير شغلات، مجال الحلاقة، مواد غذائي، سيارات. أنا كنت دائماً ما أحب دراسة وما كنت أقرأ، ودائماً كان عندي هذا المشكلة. حتى رحت للسياحة قدرت أختار هذا الشيء اللي أحبه. 2016 كان بدأت شغل كمنظف وغسيل مواعين، بعدين شوي شوي طورت نفسي حتى وصلت للشيف عامل الفندق. ٢٠١٨ كان أنا بلشت بيش شيف وبهذا البرنامج المشاركات أكيد. بعدين وقت وقفت ما أخذت خوش رتبة، سنة هيك وقفنا. بعدين من كنالة اتصلوا بيا سوينا برنامج رمضان. بير ماركا است 3 سال او اشديكي ان شاء الله 3 سال جبي جار جار زور جي غلطتك. بعدين 2021 هالسنه نحن بيها حتى الوقت الحالي اعطوني برنامج الي يا دي بخير شيف كاوا ابو نكي وابد وتعمك. مطعم أولالا مش بس تجوا بتاكلوا أكل طيب من إيدين الشيف محمد، كمان في إنفينيتي روم تجوا بتكتشفوها. تعوا معي لنفوت لجوا ونكتشف شو في بالإنفينيتي روم. أنا بمطعم مالتي عمود أنا أرسم وحب الرسم وحب اللي أشجع الفنانين، قلت لازم أخليفة مكان مختص بالرسم ورسامين. ما حبيت بس يكون هنا ولا لا بس مطعم، يكون بيها مكان ترفيهي، مكان حلو جميل، ونحن يكون مكان ثقافي، يعني مكان ثقافة يشجع الشباب الفنانين. يكون عندك اسم ومعرفة وخبرة بالشغل أحسن من مال، مال يجي ويروح لكن اسمك راح يبقى.